بسن إسماعيل في ستوري لانا شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرفوا جميعا امبارح كانت حفلة كشف بيبي دكتورة سالي والدكتور أحمد، وحضر هذا الحفل العديد من المشاهير من بينهم لانا ولين محمد وبسن إسماعيل، ولاحظ الجمهور ظهور بسن إسماعيل في ستوري لانا. كمان لانا وبسان كانوا لامسين نفس اللون وهو الأزرق وتوقعوا أنه البيبي ولد، لكن لاحظ الجمهور أنه لين محمد لما أخذت صور كان أوراق سحرية محطوطة على الأرض بعد الإعلان عن كشف البيبي، وهيك اتضح للجمهور أنه البيبي بنت. كيفكم؟ رجعت لكم بعد مدة من الزمن، بس كنت عم أشوف الكومنتس اللي حاطين لي إياها، طلع لي هاد هاي جايز ومبسوطة لأنه صار لك فترة سحب علينا. افهمكم شغله والله العظيم عن جد، ركزوا معي. انا ما بدي اصور لكم شيء كاميرا واتصفن فيكم، يعني انا اغلب الايام اللي مرقت يا عم بطلع اشتري العاب لمياد وميلا، يا نايمه يا على التليفون، فما فيني اصور لكم شيء، يعني حتى فعاليات ما عم نعمل، عرفتوا كيف؟ فاذا في اي فعاليات اكيد انا بصور لكم وما بنساكم، وبس انتم بس اذا شفتوا اي شيء عند حدا عم اصور او في فعاليه قولوا لي لا بسرعه صوري، أنا جاهزة والله.